أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف. العطف حروفه 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. نعم، هذا حروف العطف إذا دخلت عليه المعطوف يتبع المعطوف عليه مباشرة، المعطوف يتبع المعطوف. فذكر الأحرف التي تسمى حروف العطف، فقال الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وغيرها، ولكن قال وحتى في بعض المواضع، يعني حتى تأتي حرف عطف وتأتي حرف جر، حتى يمكن أن تكون حرف عطف وممكن أن تكون حرف جر. يقول الله تبارك حتى مطلع الفجر، حتى هنا صارت حرف جر، فممكن أن تكون حرف عطف ممكن تكون حرف جر، وممكن تكون ابتدائية، جاء خالد حتى زيد، يعني حتى أيضا ابتدائية هنا ليست حرف عطف، وإنما تكون حرف عطف عندما تقول مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، هنا عطف أي والأنبياء. فإذا أمكن أن حتى تزيل وتضع بدلها أحد هذه الأحرف حروف العطف هي حتى المرادة، فحتى بحسب سياق الجملة تكون حرف عطف. نعم.